راحت المشتاق. شوف يا طويل العمر يا طويل العمر أرجو أرجو مني الكلمتين. أي سراحة المشتاق. حصة يلزمها عزام، واحد زايد لاخر ناقص، أعياد وتسميع كلام في الاتجاه المشتاق. كيف نعالج الإنسان في المصحة فنشويه شويان؟ هل ينهر اسود؟ هل في سبيل إن شاء الله لباس يدفع المواطن الشاك والإسباس؟ لماذا يصاب المريض المسكين عند خروجه من الكلينيك بالشوك إلكتريك؟ أسئلة عديدة وعديدة جدا يتناولها الاتجاه المشاكس هذه الليلة. ومعنا في الاستوديو الأستاذ صحتك بالدنيا والدكتور صديق الكلينيك. نعود مباشرة بعد الفاصل. لماذا نذهب للمصحات الخاصة للتداوي فنعود إلى بيوتنا بالجيب خاوي؟ لماذا المصحات الخاصة أصبحت تؤرق الجميع هذه الأيام، خاصة منهم الزواولة؟ حول هذه التساؤلات معنا في الأستوديو صحتك بالدنيا، ومعنا صديق الكلينيك. مرحبا بك ضيفا مباشر، تفضل صديق الكلينيك. شوف سيدي ودي، تفضل. انا من صغري ممياض 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 ياسر ممياض. كم ممياض مرة؟ والله راس ودي ما نثبت، يثبت ميض تميض ياسر تيمايا مايا ميضت. هزوني يا ولاد ولادي، هزوني كلينيك الماء في كلينيك، ولادي يصرفوا يصرفوا ولادي يبداوا ينوا ينوا ينوا. ينوا مرضى مثلك انت؟ يا عايش ولدي ينوا ينوا يصرفوا يحطوا بالفلوس يرنوا المال رن. اي ديال انا سيدي ولدي اسمي عمك عثمان ين رنان، يعني اسمي على جسمي، عديت عمي كل من ميضة الميضة ميضة الميضة ميضة الميضة من ميضة الميضة. أنت صديق المرض تريد تتمنى المرض صباحا مساء ويوم الأحد؟ يا عايش ولدي ما كينوم يظل نمشي مصحة. أنا كينوم نمشي مصحة كسر جاسي. أسعد لحظات حياتك في المصحة. كسر جاسي يمشي مصحة. أنا هو من سيكسر راسي. تفضل أستاذ. أستاذ تفضل. صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا يعطيك الصحة. أنا يا أخويا كي نعرف الموت نقضى ما نمشيش للكلينيك. لماذا؟ أخاطر الصغارية أكثر من قصتي في الكلينيك. تدخل يا رسول الله مريض بمعدتك، فأنت يداويوك تتعدل الكاسة باش تخلص، يطلع لك السكر يعاود يرجعوك، تبرم السكر يرجعوك، يطلع باش تخلص يطلع لك الملح، فهمتني؟ يطلع كل شيء. يا سيدي أنا نكرهها من المصحات هذوم وضدهم. هو يقول كلام خطير وضد المصحات، وأنت تميز المصحات نظرا لسنك وأنت شيخ. كلام لا خطير لا حد شيء. خطير حد شيك ما يحبش يصبح على صحته. خطير ايش الدار يقعد يداوي بيعويني يداوي يمشي وقاعه يعملوا له الصمبيل يعملوا له الحذيه هذيك بندي بدي هذا بندي بنادي بالبنادي برش يداوي على الراني لا طايحه ولا مضايعه. فانتظار البنادر والسناجق لنا عينه من قلب الحدث من المصحه. اعطيني العينه. وراس بي وراس بي لباس وراس بي نقزتها وراس بي لباس قلت لك زعما نعيش اكتب لي برطمان تعيش في قدرة ربي تعيش صالي يعني بي يكتب لي بعد يعمل الله عدلي يكتب لي برطمان شو لباس ما على عينك لباس الشيخ شو هذي عاد المنافذ مرأة أجيبك كرني عمري بريد كبر خلينا نشوف مازالش عنده فقر في الدم فقر لا فقر لا قالوا فقر وش بالفقر هذاك عنده 30 ألف هكتار عنده قالوا فقر خلي قلبه مازال يدق يدق قلبه مالك سكت قلبه سكت عيلة كاملة مشين أصل يظهر لي ولا يطمط
تضحك يا حاجه تو ما خرجتي انت ريت انت تجبدي وعازرين يجبد. لا بس 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 سلام عندك سو شوف شوف الاخلاق شوفك الفرملي يتهز هكا هكا كتام بيك. اوهو اخو من هو اللي بصر علي هذاك طبيب طبيب اخلاقهم سيئه هي هنا في المصحه قلت لك نزق للمصح. شوف شوف شوفك الحمام قالت لك ايه شوف قالت لك ايه ثلاثة فريمونات الفريمونات ثلاثة قالت لك شو تجي انا نقز ها وقاعد ينقز هكا نهار كامل وينقز سيء سيء قالك قلت طفلة ذي نقزها سيء ما تعرف حكاية تنقيز عاملة عدو ريفي تعرف نرجع لك اوكي عندهم كلمه عندهم كلمه لا هنا عندهم كلمه باي كان قلت لك ترجع 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 شوك الاخلاق وك الضحك وك البشاشه هذه مش بنت اختك كيف بنت اختك يا بنت كيف بنت اختك بنت اختك ما قصدتش حتى للثالث ابتدائي وين بنت اختك بنت اختك ما قريتش قريتش بنت اختك اسمع كثير الله عليك شنو هو استنى بيا صلي على النبي صلي على النبي لا لا بس لا بس تبارك الله عني فريمون تبارك الله عليك اوكي لا لا اسمع ما تشرح حتى شيء لا امور واحده سينا كاتريان بيزيد كلامها تحضر لي الشكل تاعي ربي معك هذه كيف باش تشوف الدم ما تشوفيش دم انت ناقصه دم شوفي روحك شوفي روحك قدام انت واقيلا ها قال لك كاتريان فيزيت شوف 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 الطب لا هنا باي وخي قال لك ما هزش كرهبته للفيزيت وجاك شوف معناه شوف 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 شوف, شوف الضمير المهني ها شوف الطب شوف الطب وشوف الاخلاق هذه كل الطب جتني ما جتني لا ما جاتك انت وي سميرة تسمع فيا سافا شلي حويلك لبيت الحمد لله والله هاني غادسة في الخدمة على الاخر كنت را هاي بيبي وينك امبارح استفقتك في السهرية بالليل عديت من غيرك لطف تعيف اما اشتحنا 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 للصبيح توكي كملوا يشطحوا نخلصوا ونروح اسمعني سميرة علي تخاصل في روحك تو بعدي كان كلمك من تليفون الخدمة عايشك سميرة سالو حنشوف الخدمة وي تفضل خويا نحن في الشامبرة 312 نحن نخلص انتم 312 هاي نحن نون سيد الوالد هذا هذا سيد الوالد وقيلة مسالش بيا سيتو هيني عنده طبيب القلب طلع عليه الصباح وقالوا تبارك الله عليك ما عندها لبيس وصبح عليها وتقول واحدة عند البحث قال لك صباح الخير قال له قال بيه عندك طبيب الرويلي سيطلع عليه قديش تعطي صباح الخير قديش كلفت صباح الخير 80 دينار ما لو كان قال له صباح الخير قديش تحسبيها لا احنا عاملين بروموسيون هنايا يعني نولي وقتها في 120 عضلي. بيه طلع عليك طبيب الرويلي وقال لك ان شاء الله لاباس وتبارك الله عليك وليت الطنطنة قال لك ولا ما قال لك طنطنت حاش حكلك ولا ما تحكلتش حكل بيه طلع عليك تديب الجراح وقال لك نقزتها تبارك الله عليك انت راجل كبير باش ينقز الحواجز ومنين نقزت يا اخي جراح ولا ما جراحش الطبيب قداش حسب لي 180 دينار هذا بلا جراح انا مالو كان جراح وقداش يولي قداش يخذ بيه يا حاج انت اللي رقدت معاه في الشامبر هاي عليه تهمه بت معاه الشامبر بت معاه راس وذنب انا اخي ما نظلمش بلاك اي معليش فروشيت شنو اللي نعملوا لكم هاكا عمل لكم بروموسيون انت 95 و 85 مالو كان بت بكلي قداش تحسبوا لي ليه تولي حسب اخرى هكاك دبري راسك رانا زوا ولا باهي شربت اربع دباب زمي حاجه أربع. الدبوزه هي سيدي ب 18 دبوزه كي مالو كان مالو لا لا تحسبوا لي لمبوبات كان مادام شرب الماء حسبتوه والضوء يتحسب ولا ما يتحسبش باهي عندكم ثلاثه حيار عظام حارتين رايبه الرايبه ب 2000 فرانك وحاره طايبه ب 13 الكعبه عملنا طاجين عندك اربع كيسين ترونجيه الكيس على 18 لا شرب فلوتيل خمسه نجوم اي سيدي طلعت الحسبه 974 و218 هذا نمر تليفون شكون؟ رأينا تمام الحاج استهدف الله ضرب سيس عليه رأينا في المصحة كيف كانت الأسعار يا ولدي مش مشطة أنا ذاك على الضد شايطة مسحات مش شايطة برك نار ومسمار فهمتني الطبيب يا رسول الله قدها مرة نمشي طل يجي يحل الباب في الكلينيك على المرضى يحسبهم واحد اثنين ثلاث لا لا لاباس حقا لاباس ويسكر كم صار صار لاباس يا ولدي لاباس 80,000 تتصبع طبيب يقول لك صباح الخير طبيب يقيد لك 12,000 مش شباك من الباب مش شباك وحتى من باب الكهرباء ساعات يحل باب الكهرباء يسلم عليك بحراره 800,000 يقيد دبوزه الماك المكعبره الصغيره هذيك صغيره الحجم صغيره الحجم ب 8000 فرنك تفاحه يا رسول الله ب 3000 راهو شيء ناطق التلفزه تلفزه تلفزه تحب تتفرج على التلفزه تقول له جيب لي كوموند يقول لك ثمانيه شبيه الكوموند تعرف خير مني انت تقول له جيب لي كوموند يقول لك 12,000 علاش تحب تتفرج تتفرج على صراحه راحه
كم صرح؟ 32 دينار. لا 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 بالمكشوف؟ على المكشوف 48. لكن الاتجاه المشاكس، الاتجاه المشاكس 300 دينار. هذاك 300 دينار يلزم معك واحد ولي امرك بحذاك تفرج معاك. انت مع صالح لحى؟ شوف يا سيهيكو والله شيء يعمل العاي وليه، والله شيء يعمل العاي. شو يقول يحكي على صياح حياحة؟ تحب صياح حياحة انت؟ انا احبه صياح حياحة، بحب سمي سمي سكون. انا زاد صياح حياحة يا اخي على عمل العاي السيد هذا يا اخي، تمشي بس تخلص تمشي تخلص بلوز بس جاب يا اخي، تحب قدام بلاص يا صويه انا تحاليل وصور وتساوي يساويوه يساويوه يعملوا تساوي صور نص ايه يدخلوه بيت وكل شيء الناس تبدا هكا هكا بيك. لكن ترونجي ترونجي